السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل النحل، القناة التعليمية. في موسم الربيع والصيف كثيرا ما نحصل على خلايا أمهات كاذبة. يا ترى ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تواجد هذه الأمهات الكاذبة حتى مع وجود الملكة؟ هل تتوقع أخي النحال أن يكون هناك أمهات كاذبة في خلايا فيها الملكة؟ ما هي الأسباب وما هي المسببات وكيف نتخلص من الأمهات الكاذبة داخل الخلية؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ محمد القراح من الأردن، فكونوا معنا. هي موضوع ظاهرة الأمهات الكاذبة هي موجودة في جميع المناحل، هي تحدث يعني سبب رئيسي هي فقدان الأم، فقدان الملكة الأم، وعدم تعويض هذه الخلية بملكة أو بيت ملكي أو عذراء حتى تحل مكان الأم المفقودة. النحل يذهب في بعض الأحيان إلى بناء بيوت الطوارئ، ولكن في يعني قل ما ندر أن تكون هذه البيوت تفشل مرة واحدة. ربما يقوم النحال بنقل خلايا من مكان إلى آخر، ربما يكون عندهم الكشف عند إدخال ملكة يعتقد بأنها موجودة والنحل قام بقتلها أو ماتت. عدة عوامل هي تظهر الأمهات الكاذبة، ولكن في الأول والأخير هو الموضوع يقع على عاتق النحال. يعني وجود أمهات كاذبة يعني هناك إهمال من النحال، عدم متابعة. الآن ظهرت هذه الظاهرة، نعمل على حلها، ولكن بما أن النحل لديه حضانة مفتوحة، بيت ملكي، عذراء، هذا لا يعمل على ظهور الأمهات الكاذبة. بعض السلالات تختلف من سلالة إلى أخرى في سرعة التكذيب. يعني السلالة السورية سريعة التكذيب، هذا ملاحظ، يعني سريعة التكذيب. الكرينيولي أيضا سريع التكذيب. الإيطالي لا، يتأخر بعض الشيء، يعني ربما تصل إلى شهر ونصف ولا يوجد هناك أمهات كاذبة، يعني هذا موجود ومرصود. الآن بما أن الملكة غير موجودة في صندوقها، يجب تعويض هذه الخلية بملكة سواء ملقحة أو غير ملقحة، بيت ملكي. هذا إذا لم يكن موجود. إذا كان هناك يرقات حديثة الفخس في عمر 6 ساعات تنزل إلى هذا الخلية، لم يتوفر يتم إنزال بيضة بغض النظر عن عمر هذا البيض، يوم أو يومين أو 3. أما في الأول وبالأخير عملية ظهور الأمهات الكاذبة هي تعود على عاتق النحال وبسبب خطأ منه وإهمال. في بعض الأحيان تظهر الأمهات الكاذبة مع وجود الملكة الأم، وهذا يعود إلى أسباب ظهور هذه الأمهات الكاذبة. هي نتيجة ضعف هرمونات الملكة، يعني الغدد تحت فكيه هي سبستانس هرمونات غدد الدوفر، الغدد الرسوية يعني الغدد الفكية، هذه كلها تساهم في عملية وجود الملكة في هذه الخلية. فإذا كانت هذه الغدد ضعيفة ولا تفرز الهرمون بشكل صحيح وبالكمية المطلوبة، لأن بعض العاملات الكبيرة في السن تستقوي على العاملات الصغيرة وتجبرها على إعطائها جرعة من الغذاء على الغذاء الملكي، الأمر الذي يؤدي إلى نشاط مبايض هذه العاملات وتقوم بوضع البيض، وهذا يعني أيضا مرصود ومعروف. فإذا كانت الخلية تعاني من هذه الظاهرة، يعني يفضل التخلص من هذه الملكة، لأنها لو كانت قوية، جسد قوي، هرمونات قوية، لا كان هرمونها منتشر
داخل الخلية، وكانت العاملات تعمل بشكل منضبط، ولكن خروج بعض العاملات وتغريدها خارج السرب هي تدل بأن هناك خلل في الملكة وخلل بالفرمونات التي تفرزها. البعض يذهب ويقول في بعض الأحيان تقوم العاملات ببناء بيوت ملكية في الطابق الثاني، يعني هذا استمعت فيه لأكثر من حديث وأكثر من موضوع، وليس نتيجة لضعف الفرمون الملكي، هذا شيء آخر. يعني في بعض الأحيان النحل يبقى في الطابق الثاني ولا ينزل إلى الطابق الأرضي، فيقوم بعمل هذه البيوت للقيام بالتطريد وليس للطوارئ، هذا شيء معروف. أما النشاط المبايض هو مرتبط بارتباط كلي في الغدد وإفرازات التي تخرج من الملكة والتي تنشرها الملكة بواسطة جسدها الرسغية الفكية الظهرية البلعومية، والتي تنتشر إلى الوصيفات والوصيفات إلى النحل بشكل كامل. موضوع الأمهات الكاذبة هي يعني أمر بسيط وفي نفس الوقت خطير. بسيط إذا عرفنا كيف علاجه وكيف تتم علاجه، وأفضل شيء يعني البعض يذهب إلى دمج خلية، يعني خلية مكونة من 10 إطارات كيف سيدمجها؟ أقوم بتقسيمها سيعاود النحل بالعودة. هذا يعني كلام يعني بعض الإخوان يقول يتم بدمجها أو توزيعها على الخلايا، إذا تم توزيعها سيقوم النحل هذا بقتل الملك، هذا لا شك، أو يستقوي على الخلية ويجر بعض العاملات ما هو تزداد عملية التكذيب. يعني إدخال ملكة إليه إذا كانت مرحلة التكذيب في المرحلة الأولى يتم التخلص منه بشكل أسهل. إذا الأمر وصل إلى موضوع الاستفحال في هذه الخلية، يعني هناك طرق أكثر استخداما لعملية حل هذه الظاهرة. في الأول وبالأخير يعني هي موضوع الأمهات الكاذبة هي خطأ من النحال، عدم متابعة وعدم دراية في الصناديق. الأمر الآخر هو امتلاك سلالات لا تميل إلى التكذيب. يذهب البعض الآن ويقول هناك لا أخي الكريم، هناك سلالات لا تكذب بشكل سريع، السلالات التي لا تكذب بشكل سريع منها البكفاست، هي ليست سلالة، البكفاست لا تميل إلى التكذيب، اللوجستيكا والكاردوفان سلالة الريني، السلالات التي تميل يعني سرعان ما تكذب، يعني لا تتجاوز 10 أيام من فقدان الملكة أو 2 أسبوع، وعدم نجاح البيت الملكي وعدم خروج العذراء، هذا في حال انقطاع الحضنة وانقطاع البيوض من هذا الخلية، أنا أتحدث عن ذلك. يعني لو قمنا بوضع خلية مكونة من إطارات فقط من سلالة اللوجستيكا الكردفان الريني، قمنا بوضعها في صندوق وأحضرنا في صندوق آخر إطارات فارغة مثلها من سلالة النحل السوري الغنامي أو السيافي، سنكشف على هذه الخلية بعد مضي 1 شهر من الزمن لم تقم هذه السلالات بالتكذيب، الريني أو الكرتوفان أو اللوجستيكا، بينما سلالة النحل السوري بغض النظر عن الغنامي أو السيافي ستجدها بأنها بعد 1 أسبوع أو أقل من ذلك بدأت في التكذيب. هذه السلالات لها دور أيضا في سرعة التكذيب أو بطء التكذيب. متى يزداد الأمر سوءا؟ عندما أكون أمتلك سلالة سورية نمط الغنامي أو السيافي، فقدت هذه الخلية الحضن والإرقات والعذراء والبيوض، الآن سرعان ما تكذب، هذا يعني يزيد الأمر تعقيدا. أما لو ذهبنا إلى السلالات الأخرى، يعني لو قمنا
سلالة الريني يعني بطيئة التكذيب، يعني قل ما ندر أن تكذب. سلالة الهوتيتانكا الكاربيتكا هذه كلها تشابه في نمطها نمط الكارنيكا والكرينيولي، وهي تحتاج تقريبا إلى شهر حتى تكذب. يعني الريني واللوجستيكا والكارنيكا يعني تحتاج إلى فترة أطول من التكذيب. فبالنهاية أخي أبو سفيان، يعني التكذيب موضوع سهل وممتنع بنفس اللحظة. الأسباب الرئيسية فقدان الملكة، نحل كبير في السن، عدم وجود يرقات، عدم وجود بيوض، عدم وجود بيوت ملكية، هذه تساعد في عملية أو ظهور، هذه أسباب رئيسية تعمل على ظهور الأمهات الكاذب، الذي يساهم في عملية اختفاء الأمهات الكاذبة هو التجويع لهذه الخلية، يسحب الإطارات التي فيها عسل وحبوب اللقاح، يضاف إليها إطارات جمعية، لا يضاف بيوض إلى هذه الخلية وإنما يضاف نحل حاضن، لا يفضل إضافة بيت ملكي، يفضل إضافة ملكة ملقحة أثناء وضع اليرقات المفتوحة. إذا لم تتوفر ملكة ملقحة يتم وضع بيوت، يتم وضع إطارات مفتوحة لمدة 48 ساعة، ثم تسحب هذه الإطارات ويتم إضافة إطارات أخرى مع الحفاظ على وضع إطارات شمع الأساس دون وضع غذاء لهذه الخلية، سواء محاليل سكرية أو عجائن تترك في الجوع، لأن الجوع هو يساهم في عملية إيقاف تغذية العاملات الكبيرة في السن من العاملات الصغيرة على الغذاء الملكي. حياك الله أخي أبو سفيان الغالي، وحيا الله بالجميع.